الرئيس السيسي يتفقد مقر الكلية الحربية ويوجه التحية لرجال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات. مجلس الوزراء يستعرض الحالة الوبائية محليا وعالميا، والصحة تؤكد نجاح مصر في إنتاج كمية ضخمة من لقاحات كورونا. الأمم المتحدة تعقد جلسة بشأن أوكرانيا وغوتيريش، يؤكد على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وتفادي الحرب. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة من الانضباط والالتزام. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي فجر اليوم لمقر الكلية الحربية. رافقه خلالها الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية. رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة يوم جميل، إن أنا ألتقي بيكم. والحقيقة أنا عرفت إن أنتم خلصتوا تقريباً نص الفترة يعني، وطبعاً الأخبار كلها والتقرير كلها الحقيقة تفرح زي ما بيقولوا يعني، أو مشجعة جداً لغاية دلوقتي. فأنا عارف إن طبعاً كده نهاية نص المدة، وبالتالي هيبقى في تحرك لكليات أخرى يعني، فقلت قبل ما تغادروا أجي أسلم عليكم الأول وهنيكم على دخولكم القوات المسلحة، وأتمنى لكم كل التوفيق. واسمحوا لي أقول لكم إن أنا قدام رجال، مش عايز أقول شباب لأن أنتوا شباب بالفعل، لكن شباب رجال بقيتوا بتتحملوا مسؤولية أكبر، وبقيتوا بتعرفوا أكتر، وحصل تطور حتى لو كان في 7-8 أسابيع، أعتقد إن أنتم لمستوا بأنفسكم يعني. فبهنيكم وأتمنى لكم التوفيق. وخليني أقول لكل الطلبة أو لكل الشباب اللي قدامي، أنتوا الأمل وانتوا المستقبل، وانتم اللي هتتحملوا مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية. والحقيقة كل شاب
بقى موجود معانا هنا دلوقتي في القوات المسلحة، بقى في رقبته مصر، ومستعد يقدم لغاية حياته عشان يحافظ عليها. ده حاجة عظيمة جدا ونبيلة جدا. بس اسمحوا لي أقول لكم إن ده بيتطلب مننا كلنا عمل دؤوب جدا وجهد كبير على طول، ما بينتهيش جهد، من 5 الصبح ولا من 5:30 لغاية 9:10 بالليل. طب أنا بقول كده لأن ده حياة مختلفة يمكن عن اللي انتوا عشتوها قبل كده، بس ده الإعداد رجال حقيقيين يتحملوا مسؤولية الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وده أمر بالمناسبة أمر عظيم جدا جدا. وإحنا دايما في كلامنا مع بعضنا وللناس كلها بنقول الحفاظ على حياة 100 مليون ده قيمة لا بعدها قيمة الحقيقة. فأنا بهنيكم وبتمنى لكم التوفيق، وإذا كنت أوصيكم بشيء يعني أوصيكم على المثابرة والتحمل والإصرار. شوفوا اليوم بيبدأ زي ما بيبدأ عندكم وهينتهي آخر النهار أو بالليل، يعني اوعى اوعى يفوت عليك دقيقة من غير ما تستفيد بيها لجسمك ولعقلك. وخلوا بالكم من نفسكم واحترموا جدا بعضكم البعض، وخلوا القيم النبيلة والشريفة، الصدق والإخلاص والأمانة والشرف والالتزام والعمل والعمل المتقن واحترام بعضنا البعض. بالمناسبة عمر ما كانت أبدا العسكرية غير ما كانت احترام من الكبير للصغير أو من الرتبة الأعلى للرتبة الأقل والعكس، مش فقط من الرتبة الأقل للرتبة الأكبر، لا، الاحترام متبادل والالتزام متبادل والخلق الحسن متبادل. فأرجو إن أنتم يعني كمان يعني المعرفة والمعرفة العسكرية، وهنا في الكليات العسكرية بتبقى أول يعني سلمة للمعرفة ديت. أنتوا خدتوا قدر مناسب، لكن بالنسبة للمعرفة اللي المطلوب إن إحنا يعني نتحصل عليها، لا، دي خطوة من خطوات كتيرة جدا جدا. أرجو إن يعني إن إحنا نبقى حريصين دايما على ده، على إن إحنا تزداد معرفنا مش بس العسكرية، معرفنا العسكرية والمدنية وكل المناحي الحياة. اتعلم واقرأ وشوف وفكر وخلي بالك من نفسك ومن مرؤوسيك. بعد كده انت هنا يمكن بتتحمل مسؤولية نفسك فقط، لكن انت في يوم من الايام مش بعيدة قوي هتتحمل مسؤولية تبدأ بعشرات وتنتهي انك انت تتحمل مسؤولية القوات المسلحة بالكامل. فده امر مش بسيط، ده امر كبير قوي وحمل وأمانة عظيمة جدا جدا. فعايز اقول لك واقول لكم خلي بالك من لياقتك البدنية، مش دلوقتي ومش بعد ما تتخرج، لا، طول عمرك انت ومن تتولى مسؤوليته. اوعى وزنك يزيد، اوعى، راقب نفسك وراقب مسؤوليك. ده موضوع مهم جدا جدا، لان ده مش بس حتى للعسكريين بالمناسبة، لا، لكل الناس. وتبقوا حريصين على ده. عايز اطمنكم على مصر، احنا بخير الحمد لله رب العالمين، وربنا تفضل علينا كثيرا جدا في ظل ظروف صعبة مرت على بلدنا خلال السنين اللي فاتت.
وكل يوم بنحقق الأفضل. صحيح احنا بنعاني والظروف صعبة، وهو تفتكروا اننا او احنا يعني بعاد عن احوال الناس وعن الصعوبات اللي بتقابلها. انا بتكلم على المواطن العادي والبسيط اللي موجود في الشارع. لا طبعا، بس احنا بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله 100 مليون دلوقتي عشان يبقى كل المطالب بتاعتهم واحتياجاتهم في ظل الظروف اللي بتمر بالعالم. الحقيقة صعبة، لأن حصل خلال فترة الكورونا توقف كبير قوي. احنا صحيح في مصر الحمد لله رب العالمين حرصنا على ان احنا نبقى متوازنين ما بين الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الناس والعملية التطعيم اللي بنعملها، كل ده كان كويس. لكن احنا ايضا ما لم تتوقف التنمية عندنا، لكن الدنيا كلها ما عملتش كده. الدنيا كلها تقريبا توقفت، ولما توقفت والاحداث التانية طبعا انتم متابعين اكيد اللي بيحصل في الدنيا كلها ليها تأثير كبير قوي، ليها تأثير كبير على، لان احنا مش في معزل ابدا عما يحدث حولنا. انا مش بتكلم على المنطقة بس، انا بتكلم على المنطقة وعلى العالم. فيمكن تكون في زيادة في تكلفة السلع في العالم كله، وده امر احنا بيبقى ليه تأثير علينا. بنحاول ما امكن ان احنا نقلل او نحافظ على يعني حجم معين من التكلفة، لكن انا مقدر ان هي برضه ما زالت عبء وحمل على الناس، عبء وحمل على الناس. بالمناسبة وانا بقول لكم الكلام ده لان انتم مهم او ان انتم تبقوا عارفينه، واكيد الكلام ده كمان هيوصل للناس. احنا ماشيين في برامج زراعية ضخمة جدا، واحنا صدقوني يعني بنبذل جهد كبير قوي، مش انا يعني كلنا جهد كبير قوي ان احنا نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا ما امكن. مش بس زيادة ارض، لا، حتى النظم الحديثة في الري، حتى النظم الحديثة في الزراعة. حد يقول لي طب ده كلام يعني هل ليه مردود علينا؟ طبعا ليه مردود علينا، لان احنا لو قدرنا نزود المساحة اللي بنزرعها مليون فدان بنظم ري حديثة وبنظم زراعة حديثة، ممكن المليون فدان دول يبقوا بالنسبة للأراضي والوسائل التقليدية الأخرى، المليون يساوي مليون ومتين ألف، مليون ونص، حسب قدرتنا على استيعاب النظم ديت والتكنولوجيا ديت. لكن أنا عايز أقول إن إحنا مش ساكتين في النقطة دي بالذات تحديدا، اللي هو في توفير على الأقل أساسيات الحياة للناس بأسعار مناسبة. البرنامج اللي احنا شغالين فيه يمكن مش عايز اطول عليكم عشان ما اخدش الطابور، لكن حبيت اطمنكم ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى خلال سنتين يمكن طبعا يعني السنة دي زودنا عما كنا بنزرعه ما يقرب من 200-250 ألف فدان، ودول كلهم بيزرعوا قمح دلوقتي، بالإضافة أنا مش بتكلم على الدولة بس كالقطاع اللي هو الزراعي، أنا بتكلم على الإجراءات اللي الدولة عملتها خلال السنة دي. يعني السنة دي زودنا على الأراضي الزراعية ما يقرب 250 ألف فدان للقمح. السنة الجاية بفضل الله سبحانه وتعالى الرقم ده يبقى مليون، بفضل الله سبحانه وتعالى السنة اللي بعديها الرقم ده يمكن يوصل لمليون ونص أو 2 مليون. الهدف من ده كله إن احنا نقلل الاعتماد على في السلع الأساسية زي ما بقول على الخارج. لكن عايز أقول لكم إن الدولة بتحاول بقدر الإمكان إنها في ظل المية المتاحة اللي موجودة عندنا، بإن احنا بإعادة بمعالجتها معالجة متطورة جدا
يعني عشان ما فيش نقطة مية ما تستخدمش في مكانها الصحيح. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها لكم، أقول لكم إن إحنا يعني عارفين كويس إن الحياة صعبة، بس ده يعني مش بس عشان الإنتاج بتاعنا، لكن إحنا حريصين على إن ده نحافظ على حد أدنى من التكلفة ما تبقاش كبيرة على الناس. الدولة بتحاول تتدخل في النقطة دي. المهم أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، لكن عايز أقول لكم إن الحمد لله رب العالمين إحنا في وضع أفضل كتير، وكل يوم بالعمل والجهد والصبر والتحمل والأمانة والإخلاص، وقبل ده كله كرم ربنا الكبير علينا. ودايما أقول الكلمة دي عشان أبقى عارف كويس قوي ونعرف كويس كلنا إن إحنا في كرم كبير لربنا على مصر وعطاء كبير جدا لينا. والله أنا صادق معك، ربنا سبحانه وتعالى أفاض علينا بخير وستر وسلام وأمان واستقرار، وده من فضل كرمه علينا. وبقول يا رب دايما ما تحرمناش من فضلك، ما تحرمناش من عطائك ومن نصرك ومن سترك ومن رزقك. أنا سعيد إن أنا التقيت بيكم النهاردة، وأتمنى لكم كل توفيق. مرة تانية ألف مبروك على الدفعة اللي موجودة، وألف مبروك إنها أنهت نصف يعني نصف المدة، وإن شاء الله تستكملوا بخير وبتوفيق وبسلام أنتم وزمايلكم اللي موجودين في الكلية. شكرا جزيلا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً. جهاز المشاة المائية يا فندم هو جهاز بيمثل استخدام مقاومة المياه، وهو أحد أساليب العلاج المائي، والعلاج المائي هو طريقة من طرق العلاج الطبيعي والتي تعتمد في الأساس على استخدام المياه كوسيلة لإعادة التأهيل، سواء كان في حمامات السباحة أو الأحواض المائية أو أجهزة المشي والجري تحت مستوى المياه مثل جهاز المشاية المائية. صناعة مصرية كاملة يا فندم. الفرد المصاب يمشي على اللي يفصل بدون ما يحس بأي نوع من أنواع الإجهاد، وده يا فندم بيبقى ليه عامل نفسي كبير جدا، لأن أكبر مشكلة نفسية بتقابل الفرد اللي بيعمل برنامج التأهيل يا فندم هو الألم اللي بيجي في المفاصل، ده بيجعله يتكاسل يا فندم في إن هو يكمل برنامج التأهيل بتاعه. مشاركا سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. مش عايز تقول لي حاجة؟ كان هدفي أصلا إن أنا أخش يا فندم، إن أنا مش عاوز أبقى فرد مجرد إن أنا أطلع في المجتمع وأسافر بره وأعمل فلوس وخلاص. نفسي في يوم من الأيام يا فندم أبقى أوصل لحاجة أشرف فيها بلدي يا فندم. إن شاء الله. زي ما حضرتك يعني الحمد لله الحمد يعني رفعت البلد من تحت لفوق. اللي عايز يحقق نتيجة كويسة اوعى تفتكر ان هو هيرتاح. ليه؟ مش هيرتاح. لا مش هيرتاح. طب اذا احنا لو في بلدنا عايزين نغير الواقع بتاعها، مش ممكن يكون اللي هيشتغلوا فيها 2-3% 5% 10%؟ لا، عمرها ما هتتغير. كلنا لو اجتمعنا على قلب رجل واحد من اجلها، اجل بلدنا، احنا مشينا ايه؟ فاضل كام؟ 1000. ربيكم ان شاء الله. ان شاء الله. مش عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. طالب مقاتل احمد محمد عز 117109. انت بالك قد ايه في الكليه؟ بقالي يا فندم 34 يوم يا فندم. طيب اساسي يعني مش كده؟ طالب مستجد يعني. انت منين؟ طنطا فندم. من طنطا غربيه برضه. كويس. اخبار طنطا ايه؟ الحمد لله كويس يا فندم. صحيح؟ كويس يا فندم. طب انت مش عايز تختار حاجه في الكليه؟ كلها على اكمل وجه والله.
الحمد لله الحمد لله بيكوا بالشباب والمستقبل اللي انا بقول كده على كتافكم وفي رقبتكم طبعا البلد ديت. حافظوا على بقتكم، حافظوا على جسمكم دلوقتي وايه بعد ما تخرجوا. 65 كم؟ 65 يا فندم. امال ايه؟ كم عدى؟ 65 يا فندم. بس كان لابد ده برنامج رياضي كامل. كان عشان اعمل ده استاذنت من رقيب اول السريه، قلت له يا فندم من فضلك اديني تصديق ان انا اقوم ساعه بدري. اقوم ايه؟ ساعه بدري. ساعه بدري كم؟ ساعه بدري. كنت اجي الساعه البدري دي على الميدان بتاعت كان ساعتها الميدان ده جنب حمام السباحه، كل يوم قبل طابور اللياقه اعمل البرنامج ده ليا شخصي. جت في بطوله الكليه بعد 6 شهور، بطوله الكليه بعد ايه؟ 6 شهور بقيت بطل الكليه. انا بقول لكم كده مش عشان بس ان انت تبقى بطل الكليه ولا لا، عشان انت كمان تحط ده اللي رقيب اول سريه يحط ده في سريته، ولما يلاقي طالب كويس يشجعه يقول له كويس وتعالى. فاهمين؟ خدوا بايد بعضكم واحترموا بعض وحبوا بعض. وايه؟ حبوا بعض. حبوا بعض وخليك كبير. خليك ايه؟ كبير. الكبير هنا مش سن يعني، كبير هنا سلوك. كبير ايه؟ سلوك. سلوك ما تغلطش ابدا. انتبه انك انت تحترم زميلك. زميلك ده على كل المستويات، مش كبير. كبير انت طبعا اتعلمنا ان احنا نحترم الكبير، لكن الصغير اللي اقل مني اللي انا مسؤول عنه هعمل معاه ايه؟ هتكلم معاه ازاي؟ هخلي بالي منه ازاي؟ العسكريه في ناس كتير فاهمها ان عمليه ايه؟ يعني خشونه. لا، العسكريه رجوله. العسكريه ايه؟ رجوله. رجوله في السلوك وكده. يعني عايز النوت يعني ولا ايه؟ خلاص ادوه للده وده بقى. حاضر. عشان الصعيد انا بحب الصعيد جدا. لا صحيح؟ اصل يا ابني احنا في الجيش شفنا كل الناس، كل الناس في مصر يعني، شفنا ده من ده ومن ده، فكان دايما النسبه الغالبه من الرجوله والاصاله والجدعانه وبرده العزه كانوا الصعيد، وناس بتوع حصان والاقصر ناس طيبين قوي. فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري، موضحاً سيادته مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن. طب الحياة صعبة بره بريما بصراحة. اتكلم بصراحه. في ناس مستواها كويس وفي ناس مستواها اقل، بس بعد اللي سيادتك عملته في حياه كريمه ناس مستواها اتقدم فيها، صرفت لهم معاش. في ناس عندنا كده اتصرف لها معاش كامل والناس بقت احسن. انت من الريف؟ منين؟ من الغربيه. صدق من الغربيه. طب انت في يعني في 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 المركز عندكم في قريه من القرى بيترفع بيتعمل لها الموضوع حياه كريمه ولا لا؟ شفت اللي بيتعمل؟ شفت. رايك ايه؟ بعد ما اخر اجازه نزلتها لقيت الموضوع اتغير تماما. الناس دي كده عايشه في مستوى تاني، بقت في مستوى تاني فعلا؟ فعلا صدق. طب ايه اللي ممكن ما نكونش خدنا بالنا منه وانت بتقترح ان احنا نعمله؟ سيادتك من معظم القرى في قرى كتير اتعملت بس لسه في بعض القرى. لا بص، البرنامج ابراهيم 3 مراحل، يعني احنا بنتمنى ان المرحله تاخد سنه تخلص 6 ان شاء الله. السنه دي ان شاء الله، المرحله اللي بعدها 6 اللي بعد السنه الجايه يعني، ثم المرحله الاخيره ان شاء الله تخلص 6/24 كده 3 سنين. لو وفقنا ربنا سبحانه وتعالى وخلصنا ده يبقى كل بيت فيه صرف سكر، كل بيت فيه ميه، كل بيت فيه كهرباء. ثم طبعا موضوع تبطين الترع، رايك فيه ايه؟ دلوقتي معظم عندنا الترع كلها بطلت عشان استهلاك المايه اللي بيتسرب الارض، ودلوقتي فعلا بقت
جسم تبقى متوفر كده في الارض عندنا كويس كويس. يعني عايز تقول لي ابراهيم ان اخر زمام الترعه على الوضع ده اتحسن كتير عن الاول مش كده؟ والطرق اللي هتتعمل والتليفونات وشبكه الاتصالات والمدارس والمستشفيات، فاحنا يعني عينين على الناس. انما يبقى ان هتبقى عندنا مشكله، وانا بقولها لك يا ابراهيم وبقولها ومن خلال الكلام معاك الناس، ان احنا محتاجين نخلي بالنا من شويه الارض اللي موجودين معانا. انا لسه كنت بتكلم على موضوع الارض الزراعيه، احنا حريصين على ان احنا فعلا خلال سنتين فعلا هنكون عملنا نقله كبيره في النقطه دي، يعني نقل حجم الاستيراد. يعني حاجه تاني شكري يعني بالنيابه عني وعند سعاده فندم دفعه 21. نشكر سيادتك يا فندم على ان سيادتك سمحت لنا بالانضمام يا فندم للكليه الحربيه مصنع الرجال وعريض الابطال يا فندم. طب انت بتلعب رياضه بره ايه؟ بطل جمهوريه كونغ فو كيك بوكس يا فندم. الفكره شايف انها اضافت طبعا يا فندم، نمت عندنا يا فندم بعض القدرات والمهارات، ومن اهمها يا فندم القدره على القياده وقدره على العمل الجماعي والانضباط وضبط النفس يا فندم. هل التاهيل العلمي كويس؟ ربنا كتير يا فندم. جزء كبير من الحوكمه، جزء كبير من حرب الفساد ومن قواعد البيانات. وحوكمه الاجراءات الذكاء الاصطناعي ممكن يساهم كتير في حرب الفساد. طبعا سيادة الفندم، ليه؟ بمعنى حرب الفساد يا فندم كل حاجه هتبقى ديجيتاليزيشن، هتبقى كل حاجه يا فندم كمبيوترايزد، بالتالي مش هيبقى فيه اي حاجه ورقيه، فبالتالي يا فندم مفيش اي موظف هيتم التعامل ما بينه وما بين العميل عن طريق اي حاجه ورقيه او عن طريق اي يعني معاملات ماليه. عايز تقول لي ان تحديد العامل البشري مناسب. تمام سيادتك مش كده برضه؟ تمام سيادتك يا فندم كعنوان يعني. تمام يا فندم ده صحيح. ده صحيح. ولو انتم تشوفوا الاجراءات اللي بتتعمل دلوقتي استفاد كتير من الاوراق، يعني المستندات. احنا ماشيين في التدريس ما خلصناش كل حاجه. ده هيقلل كتير من الاحتكاك المباشر، وبالتالي خلاص انت بتتعامل مع مكنه. الهدف من كده ايه؟ ان انا برضو اقلل تاني العامل البشري واقلل اختراق. ان شاء الله باذن الله هنحط ظل سيادتك فندم وهنحط ظل مصر ان شاء الله باذن الله. وقد وجه السيد الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة، ليصبحوا نموذجاً وقدوة لغيرهم من الشباب. أنا لا أبداً، خدي نفسك طيب، خدي نفسك. يلا بسم الله. رقم 16 تمام يا فندم. يعني هي كانت تجربة جديدة، كانت ممكن تكون الواحد خايف منها شوية في الأول، بس إحنا لما شفنا زمايلنا الصراحة تشجعنا جدا وخلانا نخوض التجربة زي دي، كانت تجربة مشرفة الصراحة. ها إيه كمان؟ اتفضل. أنا من بيت مصري بسيط جدا. إني أكون هنا ده كان خيال، فإني موجودة هنا يا فندم ده حلم او حاجات كان كله بيقول انها خرافه، والحصل ان حد بسيط يدخل ويبقى ضابط في القوات المسلحه ده. شكرا شكرا ان حضرتك اديتنا الفرصه، وبقى الفرص متاحه للجميع. شكرا. انا اللي بشكركم ان انتم تقدمتوا واجتزتم الاختبارات كلها، وربنا وفقكم وبقيتوا موجودين هنا، ودي حاجه تشرفت وتشرف كل الشعب المصري وكل ست وكل بنت. وقد وجه السيد الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عرضت وزارة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية محليا وعالميا. وأكدت وزارة الصحة أن إعلان منظمة الصحة العالمية مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحامض الرسولي يمثل تتويجا للريادة المصرية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إنتاج كمية ضخمة من اللقاحات محليا. في الوقت ذاته أعلن مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من مختلف الجوانب. هذا وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على العديد من القرارات، من أبرزها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وبإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة إلى عرض تقديمي عن أحدث الأنظمة البحثية في كافة المجالات، والتي من شأنها تقديم الدعم لكافة الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، وناقش عددا من القائمين على الأبحاث المتطورة التي تم تنفيذها، مشيدا بالجهد المبذول في البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة، وما لمسه من الباحثين من فهم واع وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها. وفي نهاية الجولة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقائمين على البحوث، وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية في ذلك المجال، مشيرا إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذي تم تنفيذها على مدار العام البحثي. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. نجحت عناصر حرس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية ولإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري. استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس، حيث كثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التي أسفرت عن ضبط عربة نقل محمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل، والتي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق آلية FN و3 رشاشات متعدد، بالإضافة إلى نظرتين ميدان وتلسكوبين قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15,627 ذخيرة أنواع، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود
في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أي محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية. نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية دولية عن دور المرأة في عمليات حفظ السلام بحضور كوادر شرطية نسائية من 13 دولة إفريقية. تطلع مصر بدور محوري في منظومة حفظ السلام الدولية من خلال مساهماتها الفعالة في قوات حفظ السلام، ومنها المساهمات الشرطية التي تعد الأكبر من بين الدول المساهمة ومن بينها عناصر شرطية نسائية. وكان إنشاء مصر للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة تتويجا لتلك الإسهامات. من هذا المنطلق نظم المركز دورة تدريبية دولية بعنوان دور المرأة كعنصر شرطي أو مدني في مهام حفظ السلام ومناطق الصراعات بحضور كوادر شرطية نسائية من 13 دولة أفريقية. أنا سعيدة جدا وفخورة أن ألتقي بمجموعة من السيدات من القارة الأفريقية فرانكوفون وأنجلوفون، وهم من الشرطة في دولهم، ونحن نتكلم عن دور المرأة في عمليات مكافحة الإتجار في البشر في مناطق الصراعات. أهمية الفرقة دي بيرجع لدور العناصر النسائية في عمليات حفظ السلام في حماية المدنيين، خاصة الفئات الضعيفة منهم زي النساء والأطفال. التدريب في المركز يتم في إطار معايير التدريب الأممية، ويستهدف عناصر الشرطة المصرية والأجنبية الذين تم ترشيحهم أو يخدمون بالفعل في عمليات حفظ السلام. On a bien aqui depuis l'aéroport. On a su que on est venu, on a quitté chez nous, on est venu en Égypte, on est dans les bonnes mains. The accommodation is good. We are well taken care of, feeding, everything. The classroom is okay. وجاء تنظيم تلك الدورة التدريبية الأولى من نوعها لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الشرطية النسائية لأداء مهامها في حفظ ودعم السلام، وتأتي في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. C'était chaleureux depuis l'aéroport jusqu'au centre. Vraiment, jusqu'à maintenant, nous sommes bien traités. وتضمن برنامج الدورة عددا من المحاور النظرية والعملية، في مقدمتها دور العنصر النسائي في إدارة الأزمة الأمنية، والتدريب على آليات دعم المرأة في المجتمع وحماية المدنيين، وسيناريوهات عملية للمواقف الأمنية أثناء الصراعات. So coming here and having this facility is a great opportunity, and the training we're really good, because even for the first day we did the training, you will see we are all like old people, but when we've gone through the training we are now very tamer. I've added to the knowledge that I had. There are so many things, the international humanitarian law, we've understood it better as we have been learning in the class. And also we go out to the trips that we've had outside, seeing how Egypt is looking like, the development that is there, it also added to my experiences that I've had from home. وفي ختام فعاليات الدورة أقيمت احتفالية للمتدربات أشدنا خلالها بالتطور الكبير في المنظومة التدريبية بأكاديمية الشرطة، وأعربنا عن تقديرهن وشكرهن لمصر على تنظيم تلك الدورة التدريبية المهمة. Que était très chaleureux. Déjà, je me suis senti chez moi vraiment. Tout le personnel était vraiment au petit soin pour nous. J'ai aimé les visites et les excursions à l'extérieur également. Ça m'a permis de découvrir un peu plus l'histoire de l'Égypte, notamment lors de la visite au musée. وتأتي تلك الدورات تأكيدا على دور مصر الريادي في مجال حفظ السلام ومساهمتها بعناصر شرطية ذات كفاءة عالية في المناطق المستهدفة، أشاد بها المجتمع الدولي وبالدور المحوري لمصر في هذا المجال. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
أشاد وزير الخارجية سامح شكري بدور المجر في تعزيز علاقة الاتحاد الأوروبي بمصر في العديد من المجالات وبدفعها لآفاق أرحب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، حيث أوضح شكري أن المباحثات تركزت على دعم العلاقات الثنائية والتأكيد على الشق الاقتصادي منها. مباحثاتنا اليوم تركزت حول تدعيم علاقاتنا الثنائية، تناول القضايا الإقليمية، التأكيد على أهمية الشق الاقتصادي في العلاقات، والوزير يأتي مع وفد من رجال الأعمال المجريين وعقد منتدى الأعمال المصري المجري، وإن شاء الله يكون له تأثير في استكشاف مجالات التعاون ذات الفائدة للطرفين والاستمرار في استقطاب الاستثمارات المجرية إلى مصر. من جانبه قال وزير الخارجية والتجارة المجرية بيتر سيارتو أن مصر بذلت جهودا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية من إفريقيا باتجاه القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما شريكا يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في معالجة هذه الأزمة. Viszont mindig is megbízható biztonsági partner volt, amely stabilizálta a helyzetet ebben a térségben. مصر كانت دائما شريك يمكن الاعتماد عليه وموثوق به في معالجة هذه الأزمة. Egyiptom 6 évvel ezelőtt lezárta a tengeri határát, így megakadályozta az illegális migrációs hullámok Európába jutását. قبل 6 سنوات قامت مصر بإغلاق حدودها البحرية وبهذا منعت الهجرة غير الشرعية من أفريقيا باتجاه القارة الأوروبية. Mi nagyra becsüljük ezt, és köszönjük is Egyiptomnak. نحن نثمن هذا كثيرا ونشكر مصر على ذلك. أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالدور الرائد للرئيس عبد الفتاح السيسي وبجهوده المخلصة في دعم العمل البرلماني العربي المشترك وبتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث. ولا يفوتني في هذا السياق أن أثمن الدور الرائد لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ الله ورعاه رئيس جمهورية مصر العربية، وجهود مخلصة في دعم العمل العربي المشترك ودعمه الكبير لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وهو ما تجلى في استقبال فخامته لنا ولرؤساء البرلمانات العربية في اليوم التالي مباشر المؤتمر، حيث كان حوارا مفتوحا وبناء مع قائد عربي يمثل نموذجا ملهما في تحمل المسؤولية القومية العربية، وهو ما لمسناه في حرص فخامته الشديد على دعم كل ما يعزز العمل العربي المشترك ويصون ويحمي الأمن القومي العربي. انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 11 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب. من المقرر أن تناقش اللجنة على مدى يومين مختلف القضايا التي تهم العمل العربي المشترك في مجال الصحة والسكان، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للدورة المقبلة لمجلس وزراء الصحة العرب والمكتب التنفيذي للمجلس المقرر عقدها بالجامعة العربية خلال الفترة من 15 وحتى 17 من مارس المقبل. أعلنت الداخلية اللبنانية عن إحباط 3 عمليات تفجير كانت الشبكة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي. كانت هذه الشبكة تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد 3 أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال وزير الداخلية بسام المولوي خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلية إن التفجيرات في حال حصولها كانت ستوقع الكثير من الضحايا. قررت المحكمة الاتحادية بالعراق تأجيل البت بالدعوى إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى مطلع الشهر المقبل. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الاتحادية كانت قد عقدت جلستها للنظر في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في 8 فبراير الجاري. كان مجلس النواب العراقي قد أعلن أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحا
أن عدد المتقدمين إلى منصب رئيس الجمهورية بلغ 59 مرشحا، وقد جرى استبعاد 26 مرشحا، مضيفا أن 33 مرشحا قد استوفوا شروط الترشح لتولي المنصب المنصوص عليه بموجب القانون. إلى الأزمة الأوكرانية، حيث شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تفادي الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، وأكد غوتيريش رفض الأمم المتحدة ما يخالف احترام سيادة أوكرانيا، مطالبا بعدم توقف الجهود السياسية بشأن كييف. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعمه كل الجهود لمنع إراقة الدماء في أوكرانيا، داعيا إلى العقلانية ووقف التصعيد. هذا وقد رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بفرض عقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي وواشنطن ولندن وأوتاوا، مشيدا بقرار ألمانيا بوقف خط الغاز الروسي نورد ستريم 2. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأوكراني مع رئيسي بولندا وليتوانيا. كما توقع زيلينسكي دعما أوروبيا إضافيا في مواجهة موسكو، وذلك في ظل الإجماع الأوروبي على رفض ما وصفه بالعدوان الروسي، قائلا إن مستقبل الأمن الأوروبي سيتحدد في بلاده. كما أشار الرئيس الأوكراني إلى أن الوجود العسكري الروسي في دونباس يعد انتهاكا لاتفاق مينسك. أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بلغ أكثر من 171 ألف حالة، وذلك في زيادة يومية قياسية جديدة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات الجديدة ما يقرب من 99 حالة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7600 حالة. وسجلت كوريا الجنوبية 2.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا إجمالا منذ بدء الجائحة. وقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا مرسوما يقضي بإلغاء إلزامية العزل الصحي بالنسبة للقادمين إلى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي. بهذا المرسوم الذي يسري مفعوله اعتبارا من مطلع مارس المقبل، تطبق إيطاليا على القادمين من البلدان غير الأوروبية نفس القواعد المعمول بها بالفعل في البلدان الأوروبية. ويذكر أن الشهادة الصحية الخضراء العالية تشمل شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 أو شهادة التعافي من الوباء أو الاختبار السلبي. حذر تقرير للأمم المتحدة من زيادة حرائق الغابات في العالم، وتوقع تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة زيادة عدد حرائق الغابات الشديدة بنسبة 30% خلال السنوات 28 القادمة، في ظل تغير المناخ الذي يتسبب في موجات الجفاف وإقدام المزارعين على إزالة الغابات. وقال التقرير إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في الولايات المتحدة وحدها تصل إلى 347 مليار دولار سنويا. كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوسي عن تفاصيل إنتاج 100 وحدة قمر اصطناعي تعليمي كانسات. وقال القوسي على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، قال إن فكرة المشروع تعتمد على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة، ويمكنها أن تحاكي وظائف الأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي
الكبير. وأوضح القوسي أنه بموجب بروتوكول التعاون ستنقل وكالة الفضاء المصرية تجربة كانسات للمدارس، إيمانا منها بأن الجمهورية الجديدة هي نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات وفي مقدمتها التعليم. تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم واتفق على توقيع بروتوكول تعاون من خلاله يتم تنفيذ هذه الأنشطة اليوم، وبحمد الله سيتم توقيع هذا البروتوكول، ولكننا لم ننتظر توقيع هذا البروتوكول، فقد بدأنا التواصل مع المدارس وبدأنا فعلا أن يكون في نشاط في نشر ثقافة الفضاء. اللي أنا شايفه النهاردة ده يعتبر أحد المشروعات القومية، ولذلك على طول يجب احنا في وزارة التربية والتعليم متبنيين تبني المشروعات القومية للدولة المصرية في الأنشطة المختلفة لوزارة التربية والتعليم، سواء داخل المسابقات أوائل الطلبة، سواء الحديث عنها في الطابور الصباح، أو موضوعات التعبير، أو الرحلات الميدانية للمواقع المشروعات القومية. نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية طهن الجبل التابعة لمركز المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا محمد نادي إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2000 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتقديم الخدمات الطبية من خلال 10 عيادات متنقلة للوصول للمناطق والقرى الأكثر احتياجا. ترأس محافظ أسيوط عصام سعد اجتماعا لتفعيل ميثاق التعاون بين لجنة المشاركة المجتمعية وبعض الجمعيات الأهلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يهدف الاجتماع إلى تطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ولتحسين ظروف المعيشة وإحداث تغيير جوهري في حياتهم على الأصعدة كافة. تقديم تكلفات بتنفيذ ومشروعات تنموية ومشروعات وبرامج تغيير وعي وتعديل سلوك في قرى ومراكز حياة كريمة. من هنا طبعا سيادة المحافظ عرض ان احنا نستعين بمؤسسات المجتمع المدني ومنظماته، اللي احنا فعلا بنشكرهم من كل قلبنا ان هم ايدينا فعلا وبيساعدونا، وما ينفعش نشتغل من غيرهم فعلا. احنا بنشكرهم من هنا ونوجه لهم التحية من خلال حضراتكم. منظمات المجتمع المدني دي قوة كبيرة، احنا بتساعدنا في التنمية وفي تنفيذ برامج الوزارة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من صور متداولة تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها. وأوضح المركز الإعلامي أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، ستختفي أثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير. عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر جلسة حوارية لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي، وذلك بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء القنوات والنقاد الرياضيين. وأوصى الحضور في نهاية الجلسة بتشجيع الفريق القومي وحشد الجمهور بروح رياضية ووقف صور التجاوزات خاصة في السمعة الشخصية، كما أشاروا إلى أن طريقة النقد متاحة دون التجاوز مع عدم الاستهزاء بأي ناد، بجانب عمل لجنة المتابعة تجتمع بصفة دورية لمراجعة تلك القرارات وتنفيذها. والآن وصلنا مع حضراتكم إلى أخبار الاقتصاد وتفاصيل الأخبار مع آية الكافوري. إليك آية. شكرا إلهام، شكرا نهى، ولنتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا.
أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري صمد أمام تفشي جائحة كورونا، وذلك عقب مرور عام ونصف على انتشارها نتيجة إصلاحات الاقتصاد الكلي بجانب الإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن إجراءات التيسير النقدي وإتاحة الدعم لبعض القطاعات ساهمت أيضا في صمود الاقتصاد، وأشار إلى أن مصر تتمتع بمستوى مرتفع من التحول الرقمي، لافتا إلى أن مصر تواصل جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام لتشجيع الشمول المالي والنهوض بمحفزات بيئة الأعمال. أكدت نيفين جمع وزيرة التجارة والصناعة في ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري المجاري أن البلدين ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، ومشيرة إلى الدور الهام لدوائر الأعمال في البلدين في ترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة وبودابست لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين. وقد وقعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جمع ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجاري بيتر سيراتو مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 2004. ووفقا لاتفاق التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية المجر التي وقعت في بودابست عام 2007. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين في أداء المؤشرات بضغوط من مبيعات المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وربح رأس المال السوقي نحو 1,200,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 713,600,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 0.1% وأغلق عند 11,300 نقطة واحدة، في حين صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 54% وأغلق عند مستوى 1,950 نقطة. أيضا امتدت الارتفاعات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وارتفع بنسبة 48% وأغلق عند 2,934 نقطة. وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تخصيص 30 مليون يورو لصالح صندوق سولاس كابيتال للاستثمار في الطاقة المستدامة، وذلك بهدف تمويل الاستثمارات في مشاريع رفع كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن الصندوق يقدم الدعم المادي والنقدي أو التقني لشركات خدمات الطاقة الرائدة ومطوري المشاريع ومصنعي المعدات وهيئة القطاع العام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لتسهيل وصولهم إلى التمويل في مجال كفاءة الطاقة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى نهى توفيق وإلهام نمر إليكم. شكرا لك أي. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يتفقد مقر الكلية الحربية ويوجه التحية لرجال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات. مجلس الوزراء يستعرض الحالة الوبائية محليا وعالميا، والصحة تؤكد نجاح مصر في إنتاج كمية ضخمة من لقاحات كورونا. الأمم المتحدة تعقد جلسة بشأن أوكرانيا، وغوتيريش يؤكد ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وتفادي الحرب. نهاية النشرة. شكرا لحضراتكم على حسن متابعتكم. إلى اللقاء.